من الميادين هنا ميدان الرياضة. قوانين الألعاب تتغير ببطء شديد على مر الأزمان، لكن مع زمن السرعة والإلكترونيات اخترقت التكنولوجيا عالم الرياضة من الباب العريض. فهل تواكب الملاعب الحداثة أم تبقى مترسخة على أمجادها؟ أرحب في بداية الحلقة بزميلتي أماني مهنا. مرحبا أماني. مساء الخير جوزيف لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة. بالإضافة إلى موضوع التكنولوجيا والرياضة، هناك موضوع أيضا فرض نفسه علينا بالأمس، وعلينا طبعا أن نتناوله في نهاية الحلقة بإذن الله وفي هذه الحلقة. بعد برازوكا كرة المونديال الرسمية، ما هي برازوكام؟ هل يمكنك أن تتحول إلى جيمس بوند على الثلج؟ أصحاب العصا البيضاء من الظلمة إلى الشهرة. وفي محورنا الأخير سوريا مع إيران، محور رياضي أيضا في مواجهة قطر والسعودية. قبل العودة إلى جوزيف، مشاهدينا لابد من تذكيركم بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج فيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية، وننتظر مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@almayadin.net. ولمزيد من أخبار الرياضة وميدان الرياضة يمكنكم زيارة موقع الميادين عبر الإنترنت الميادين.net، وتظهر العناوين في الأسفل. أرحب في الحلقة بضيفنا الأستاذ سمير صليبة، رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ومالك متاجر مايك سبور. مرحبا بك أستاذ سمير. أهلا فيك جوزيف، يعطيكم العافية. شكرا. وأيضا معنا في الاستوديو كما العادة الرسام الكاريكاتوري عبد الحليم حمود. مرحبا بك عبد الحليم. تحياتي لك جوزيف، لأماني للضيف الكريم، أيضا للمشاهدين الكرام. شكرا. عند اختراع أول هاتف ذكي في العالم ذهل الجميع، اعتقد البعض أن هذا من أفضل ما يمكن للعقل البشري إنتاجه، ولكن لم يكن يعرف الناس حينها أن التكنولوجيا لا حدود لها. إذا فكرت يوما ما أن سباق التكنولوجيا توقف فأنت مخطئ. سباق لا يقتصر على عالم السرعة، امتدت جذوره من عالم التزلج حتى كرة القدم. سكي جاغلز، تنس راكت، جو برو، سوبا برو، برايم نت وماجيستا، أسماء تبدو للبعض غير مألوفة، أما للبعض الآخر فلا غنى عنها. سكي جاغلز أو نظارات الثلج، نظارات بتقنيات عالية تساعد المتزلجين على معرفة السرعة، حرارة الطقس وغيرها. هذا الماسك بيختلف عن غيره انه في لينس صغيره هون. هذا الماسك اول شيء بيقدر يعطينا سبيد الاتيتود والجي بي اس للتراك نحن وين. اوكي، في عنده ريموت كنترول صغير، في اوبشن زياده بيقدر يخلينا نوصل الماسك على التليفون فيا بلوتوث، بيصير فينا نسمع الميوزك، نرد التليفونات اللي بدنا نرد عليها، نتحكم بكل شيء له علاقه بهول الديتيل. لم يكتفي الباحثون بالنظارات، كاميرا بتقنيات عالية لابد منها، فمهارات المتزلجين لن تذهب سدى. فيها أوبشنز زيادة، أسرع الواي فاي 25%، البطارية صارت تداين أكثر 25%، وزيادة الهاوسينج تبعها صار أصغر، يعني صار فينا نحطها بمحلات أكثر. وهيدي الكاميرا هي ذاتها اللي كان عم يستعملها مايكل شوماخر، هو عم يعمل سكي وعمل الحادث. كما على الثلج كذلك تحت المياه، سوبا برو أو ساعة الغطس، ساعة أنيقة يستعملها الغطاسون والرياضيون كافة. فينا نستعملها نحن وعم نعمل دايفينج، فينا نستعملها نحن وعم نعمل أبني أو عم نفصص على نفسنا لنعرف وقت الغطسة وقد ارتحنا ورجعنا نزلنا، وبلس فينا نستعملها أوتدور. كيف يعني أوتدور؟ فينا نعرف الاتيتود ارتفاعنا عن سطح البحر، فينا نعرف التمبرتشر، وفينا نعرف اللابس. اليوم الميريديان تقدر تفهم علينا، بنجيب الهارت ريت تبعنا، بنحط البالت على الصدر، نقدر نعرف كل المعلومات اللي بدنا اياها عن دقات القلب، وبتصير تعمل بكل حساباتها اللي بتحسبهم. لا يمكن لتكنولوجيا الرياضة ان تغيب عن لاعبي التنس. بابولا بلاي اند كونكت مضرب حديث يسمح لك بمقارنة نفسك بلاعبين عالميين.
اسمها بلاي اند كونكت، حتوصل لعنا بشهر 8 او 9 تقريبا. البابولال بلاي اند كونكت تيجي كلها فيها سنسرز داير من دار الركات، بيجي فيها يو اس بي دوك من تحت. بس خلص النهار او بس خلص السيشن تبعك بالتنس بتعمل لك جرافز والتراكس، انت كيف لعبتك، كيف كان نهار لعبك، ويو كان كومبير ات مع اصحابك ثرو ايفون اب، او يو كان كومبير ات مع، او فيك تقارنيها مع حيلا شخص او هيرو لبابولا. عم نحكي عن كان كومبير مع نودال او مع حيلا هيرو تنس فايت على السيستم عندكم. استاذ سمير، اليوم اصبحت التكنولوجيا مرتبطه برياضات كثيره، هل هذا الارتباط يخفف من رونق الرياضه وتصبح مصطنعه احيانا، ام انه برايك التقنيات المبتكره ستصبح صديقه للرياضه مع الوقت؟ جوزيف، انت بتعرف انه اليوم التكنولوجيا كلها بالعالم بتساعد وتحسن من طريقه عايشنا. نعم. فاليوم ضروري هالشيء هذا يدخل على الرياضه ليساعد بالرياضه، وعم نشوف قد ايه في اخطاء معينه اليوم من وراء التكنولوجيا عم نتحاشاها صرنا، وبرياضات معينه اللي بعد ما اعتمدت التكنولوجيا قد ايه في قصص نندم انه يا ريت في التكنولوجيا موجوده لتخفف من هالاخطاء يلي عم نواجهها كلنا. امثله على ذلك، اين تحاشينا اخطاء معينه بسبب التكنولوجيا؟ اذا بحيالها لعبه بالباسكت بول مثلا، اليوم اعتمدوا الكاميرا لتصور الاخطاء الفاولات ليعرفوا اذا في فاول او اذا في اوت. نعم. خاصه باخر دقيقتين من 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 ماتش حاسم، وبتعرف قد ايه عم ببين اخطاء معينه، بقول الواحد هيدي اوت او ان، بالاخر من وراء الكاميرا فينا نعرف اذا هيدي اوت او ان فعلا. وهناك اصلا تكنولوجيا خط المرمى في لعبه كره القدم سيتم اعتمادها اماني في كاس العالم في البرازيل في الصيف الحالي. كنا تناولنا هذا الموضوع ايضا في الميدان. اثير كثير من الجدل حوله بحال اعتمادها كان يعني يتناسب مع كل الملاعب في العالم ام مع ملاعب مجهزه يعني بتقنيات حديثه. صح، طب هذه التقنيات الحديثه برايك موجهه للهواة ام لرياضيين محترفين؟ يعني مين ممكن يستخدمها؟ بصراحة الهواة فيهم يستعملوها، وأكيد المحترفين اليوم فيهم يعطوا نتائج أحسن. ولكن التكنولوجيا مش تعتقد ببعض الأحيان صعبة على بعض الناس، يعني إن كان من خلال الراكت التنس المضرب التنس أو من خلال الكاميرا اللي كان يستخدمها شوماخر أو أي، طبعا ستظهر كل هذه التقنيات في البرنامج بعد قليل. بدون شك انه اليوم الهواة اذا عم يستعملوا هالتقنيات كلها فيها تساعدهم لتسهل عليهم طريقه اللعب او ممارسه الرياضه اللي هن بيستعملوها. كلنا بنعرف مثلا بالتزلج من 20 سنه كانت السكيات هن اطول من الشخص اللي عم يتزلج بحوالي 20 سنتي على القليله، اليوم صار السكي اصغر منه ب 20 سنتي و 30 سنتي ببعض المطارح. هذا الشيء بيخلي الواحد يستعمله بطريقه كثير اسهل مثلا. استاذ سمير، يعني اذا اردنا ان نجري مقارنه بين تطور هذه التقنيات في السنوات الماضيه، هل تعتقد ان سرعه تطور الانترنت والتطبيقات اي الابلكيشنز على الهواتف الذكيه هي التي ساهمت ايضا في رفع الاكسلريشن يعني التسارع التقنيات التي نراها حاليا من حيث المضرب الذكي، من حيث قناع التزلج الذكي؟ برايك يعني كان التطور ابطأ بكثير وفجاه في اخر سنوات اصبح التسارع هائل يعني بسبب هذه التقنيات؟ جوزيف، بصراحه لا، منه مزبوط هذا الحديث. اذا بنتذكر نحن لاعبين تنس، اذا بنحكي عم نحكي عن مضرب تنس. نعم. كانوا يلعبوا بمضرب خشب، هذا الحديث هذا من 20 سنه. صحيح. اليوم صرت عم بتشوف اليوم التكنولوجيا انه صار المضرب بنوصل بتشيب على الابلكيشن. نعم. انه اليوم تطور ماشي معنا، ماشي مع الوقت. الكتروني اكثر، ربما كان ميكانيكي التطور سابقا، كان اصبح الكتروني اكثر، لانه اليوم عصر الابلكيشن وعصر. نعم. التكنولوجيا. نعم. اللي عم تحطنا بغير مطرح، وطبيعي اليوم الرياضه اللي هي من اكبر الصناعات بالعالم انه تلحق هالتطور هيدا وتصير تشارك بهالابلكيشنز وبهالنيو تكنولوجي. نعم. طيب، بمعزل عن صراع المنتخبات للظفر بكاس العالم، تشهد ملاعب البرازيل منافسه ضاريه بين نايكي واديداس. الحرب الشعواء في فضاء كره القدم دفعت شركتين عملاقتين في صناعه المعدات الرياضيه الى اصدار حذاء جديد بمواصفات عصريه. صراع اقتصادي اعلاني بغلاف كروي، منافسة حامية الوطيس بين كبرى شركات الألبسة الرياضية في العالم، الهدف جني الأرباح الطائلة والسلعة الترويجية نجوم اللعبة. كرة القدم لن تكون هي نفسها بعد اليوم، شعار رفعته نايكي، أطلقت حذاءها الثوري الجديد وزادت من حدة المنافسة مع باقي الشركات العالمية. ماجيستا حذاء غريب وعصري من حيث الشكل، صمم بهدف تعزيز مهارات صناع الألعاب. حذاء سحري، التصاقه التام بالقدم يخيل إليك أنه جورب أو طبقة ثانية من بشرة الجسم.
يتضمن حلقة جديدة بتقنية دايناميك فيت لزيادة أحكام القالب والتواصل مع حركات الجسم والتفاعل مع الأرض والكرة بشكل أفضل. ماجيستا أثار إعجاب أبرز صناع الألعاب في العالم، الإسباني أندرياس إنيستا والألماني ماريو غوتزي أبديا رضاهما التام على المنتج الجديد. تعاونا على مدار 4 سنوات مع الشركة الأمريكية للتوصل إلى إنتاج حذاء يطلق العنان لمهاراتهم وإبداعاتهم. ماجيستا لن يحضر مفردا في مونديال البرازيل. الرد جاء سريعا من أديداس. برايم نت أو الحذاء الجورب تأهل بدوره إلى العرس العالمي في بلاد السامبا. حذاء نسج من الخيوط ودمج مع الجورب، يتميز بلونه الأسود والأبيض مع خط أحمر. برايم نت لا يزال في طور التصميم، كمية محدودة أطلقتها الشركة الألمانية بانتظار وضع اللمسات الأخيرة قبل خوض غمار كأس العالم فيه. الصراع بين الشركتين يؤجج المنافسة الإعلانية بين أفضل لاعبين في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسديد ركلات ماجستية والأرجنتيني ليونيل ميسي لفك شفرة الشباك بأسلوب برايم نت. أستاذ سمير، متى يمكننا مشاهدة هذين الحذائين يعني على أرض الواقع في الملاعب وفي الأسواق لدى اللاعبين، أم برأيك هي مجرد حرب عالمية كبرى يعني بين نايكي وأديداس؟ طب تعرف الحرب كتير كبيرة، نعم، وما راح تخلص لأنه اليوم مازال في تكنولوجيا ومازال نعم. في منافسة، وهذا الشيء بيخلي القصص تتطور بالسرعة اللي احنا عم نشوف عم تتطور فيه. فهالحذائين اللي عم نشوفهم هون قريبا يعني بعد الصيفية أو بعد الورد كاب بنشوفهم بلبنان موجودين بالأسواق اللبنانية. طب لماذا هذا التغيير الجذري؟ يعني شهدنا الأحذية الرياضية لكرة القدم كانت مشابهة من حيث الهيكلية، الآن أصبح حذاء وجورب في وقت واحد، يعني ما سبب في هذا التغيير الفجائي؟ هذا الشيء ما بس عم بيصير بالفوتبول. اليوم كنا بنطلع انه الواحد اكثر شيء ممكن تحس بالطابه او تحس اذا عم تلعب بدون حذاء معين، بس ما فيك تعمل هذا الشيء كرمال لا تحمي اجرك، كرمال فيك تكمل الماتش بوقت اكثر. اليوم اللي عم بيصير انه هالجورب اللي عم تسميه جورب انه يصير على قد الاجر بيخلي اللاعب يحس بالطابه اكثر. واليوم خفيت الاحذيه اللي عم نوصل لها شيء منه منطقي، يعني عم تحكي بصبات وزنه 150 جرام و160 جرام، يعني كانك عم لابس الكالسات وماشي فيهم على الطريق. هناك نظرية أماني ربما أن الحذاء الأقوى يحمي القدم أكثر، صحيح، أنه يكون أقسى من حيث الجلد والمواد مصنعة فيه، لكن اليوم الترند أنه الأحذية تكون مثل ما عم تذكر أستاذ سمير وزنها أخف. برأيك يعني الوزن الخفيف ألا يعرض اللاعبين لإصابات أكثر؟ الوزن الخفيف إذا اليوم عم نعمل من مواد مثل اللي عم نشوفها، يعني بتحس قد ايه التكنولوجيا أخذ جزء كتير كبير منه. نعم. للحذاء، وبدون شك أنه مدروس جدا اليوم اللي عم يلعب الإصابة بتيجي من وراء ضربة مباشرة على الإجر. نعم. وهذا الشيء ما بيجي بس على الحذاء من فوق، وحتى لو لابس اليوم جلد أو لابس هالنوع من التكنولوجيا الجديدة اللي عم يستعملوها، هذا الشيء ما بيأثر كتير، بالعكس من تحت الكعب الصباط. نعم. إذا انتبهت اللي هو تقريبا مثل يلي صحيح. قبل، بس بنوعية أخف وبمواد أقسى كتير. نعم. تذكرنا عن حرب بين أديداس ونايكي وأقوى عالميا، من الأقوى عالميا اليوم، أديداس أم نايكي؟ اليوم الشركتين بنعرف قد ايه اخذين جزء من الاسواق العالميه. صحيح. في اسواق الاديداس هي فيها بتكون رقم واحد، وفي اسواق النايكي هي وين رقم واحد. الاديداس اقوى وين النايكي اقوى؟ النايكي بدون شك عندهم سوق امريكا اللي هو بشكل اكبر سوق استهلاكي بالعالم، بما انها شركه امريكيه بالطبع. نايكي يعني، واديداس نوضح هي شركة اوروبيه المانيه بل في الاساس بالضبط يعني. كرمال هيك نحن اليوم بنشوف انه باوروبا اديداس اقوى، بس بامريكا نايكي اقوى. وعندنا بالشرق الاوسط مين؟ بالشرق الاوسط في مناطق، يعني بلبنان نحن بعد الاديداس اكيد اقوى، في مناطق بالخليج النايكي اقوى، وهيك صاير بكل العالم. من هون بنشوف انه الحرب ما راح تخلص، وهذا شيء صحي جدا على فوق، بدنا نشوف تطورات جدا. طيب صحي من اي ناحيه؟ بضل في منافسه او انه يجيبوا، عم تحكي من ناحيه التكنولوجيا والتطور والتقدم، من التكنولوجيا من الاسعار اللي اليوم ما بس بدك تنافسي فيها تكون التكنولوجيا كتير اغلى من هيك، بس بسبب التنافس هيدا ما فيهم يخلوا الاسعار تكون كتير اعلى من اللي نحن عم نشوفه اليوم. صحيح. استاذ سمير، اذا كانت معظم الادوات مصنعه في شرق اسيا، في الصين، في اندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، لماذا برايك لم تنجح هذه الدول الاسيويه بابتكار الماركات التجاريه يعني لدولها؟ لماذا تكون الشركه اوروبيه وتصنع في شرق اسيا؟ هل بسبب اليد العامله فقط، يعني بسبب رخص اليد العامله في هذه الدول؟ هلا بدون شك انه اليوم الصين والدول المجاوره للصين هي صارت مصنع للعالم كله، لكل الادوات جمالا الاستهلاكيه بالعالم.
ليه ما فيهم هن يطلعوا بماركات عالميه؟ هن جربوا يعملوا هذا الشيء، بس مثل ما عم نشوف جوزيف اليوم انه الحرب هي حرب اعلاميه ماركتينج. اليوم الفرق العالميه هي فرق او امريكانيه او اوروبيه عم تتنافس من بعضها، بس بنشوف الصين بعد شوي بعيد عن هالامور هيدي. ممكن على بالالعاب الفرديه او بالاولمبيك جيمز عم نلاقي ابطال صينيين، بس اليوم الماركتينج القوي هو بالالعاب الشعبيه اللي هي الفوتبول، اللي هي الباسكتبول، اللي هي صحيح. الالعاب الجماعيه صحيح. فكثير بعيد اذا ما عندك اليوم ستارز عم يلبسوا هالشيء هيدا ما رح نوصل لبن لازم نوصل. نعم جوزيف، استاذ سمير جايب لنا معه شيء على الاستوديو اللي هي الكاميرا، كاميرا جو برو 3 بلس لو سمحت ممكن ان نراها. لماذا برايك يعني استاذ سمير الكاميرا جو برو يعني نالت كل هذه الشهره في السنوات الاخيره مقارنه مع غير جادجتس في عالم الرياضه، وخصوصا يعني للاسف يعني بسبب حادث اليم مؤخرا اشتهرت اكثر، كان الالماني ميكائيل شومخر خلال سقوطه بحادث التزلج ارتدى هذه الكاميرا على راسه، وكمان يمكن الشرطه ضبطت بعض المشاهد وعرفت كيف سقط شومخر. ما هو الامر الجديد، الامر المبتكر في هذه الكاميرا الصغيره؟ الكاميرا لها زمان بيستعملوها بكل الرياضات العالميه، يعني نعم. الفورمولا 1 مع مايكل شوماخر بتشوف صوره معينه بقلب السياره او على جنب السياره او دولاب السياره، كله هيدا بالجو برو. نعم. فهي الكاميرا فيك تستعملها وين ما بدك، نعم. يعني اذا عم تعمل سكي انت فيك تحطها على الهلمت اللي انت عم لابسها، او فيك تحطها على بجيب من الجيب او بخلال بلت معين بتحطه على جسمك، حتى اذا عم تعمل مثل ما شفنا بالفيلم اذا عم تعمل سكوبا دايفنج فيك تنزل فيها تحت المي او ويند سيرفنج، سو صار هين كثير استعمالها. نعم. ومنا صعبه ابدا. فريندلي. اكزاكتلي. صديقه مع الرياضي. اكزاكتلي، سو كثير هين انه اليوم توصل انت تكبس حيلا كبسه فيها وتمشيها، يعني ما ضروري الواحد كثير يكون ان بالتكنولوجيا اللي يقدر يستعمل الكاميرا الجو برو. بنشوف هون انه بس فينا ندورها. نعم. والحلو فيها قد فيها تعطيك هي وايد انجل. اللي نعم. فيها تصور زاوية التصوير واسعة يعني لربما لتغطية كل المشهد، كل المشهد اللي انت ممكن نشوفه بالضبط. استاذ سمير كنت عم تحكي من شوي عن الصراع بين الشركات والأسعار، مين بيتحكم بهذه الأسعار؟ ليه أحيانا بنشوفها كثير مرتفعة وأحيانا تنخفض؟ حسب شو تتحكم بالأسعار الشركات؟ بالتكنولوجيا كلنا بنعرف انه اليوم كل ما نزل تكنولوجيا حديثة بالتكنولوجيا اللي قبل بينزل السعر تبعها، وطبعا هذا الشيء بينطبق كمان على الرياضه اكيد نفس الشيء. مين بيتحكم هو الطلب، قد ايه في عرض وقد ايه في طلب، بس يكون في طلب كثير على سلعه معينه وبتكلفنا اليوم لينعمل لها ماركتينج بادجت معينه، هذا الشيء كله بينزاد على سعر هالسلعه اللي نحن بنستعملها. بيختلف السعر من مكان الى اخر او موحد بالعالم اجمع؟ الفرق كثير بسيط، ان اليوم اذا عم نحكي عن برودكت عالمي مثل اديداس او نايكي الفرق بيكون بين 10 و15% حسب قد في جمارك ببلد معين او قد في اتفاقات ببلد معين، هذا الشيء اللي بياثر على الاسعار السلع اجمالا بكل العالم. هل هناك اتفاق سري او اتفاق ربما تحت الطاوله بين المحتكرين نايكي واديداس للحفاظ على مستوى معين من الاسعار للمنتجات على صعيد العالم؟ يعني صحيح هم يمكن أعداء وفي حرب كونية بينهم، لكن هل في اتفاق سري بينهم لا حتى ما الأسعار تكون منخفضة كثيرا ويحافظوا على مستوى معين عالميا؟ شكرا. أكيد ما في اتفاق من هالنوع هيدا أبدا. نعم. برجع بقولك الأسعار تتحدد اليوم، أنت بتعرف كل سبونسر بينعمل، كل ستار بينعمل له سبونسر بالرياضة. نعم. بيكلف مبالغ كتير كبيرة. صحيح. هالشي هيدا بيكون في مثل إحصائيات بتقول نحن شو متوقعين نبيع من هالحذاء أو من هالتيشيرت اللي بيلبسها فريق معين. نعم. أو لاعب معين، وبينضاف على سعر تكلفة هالحذاء هيدا أو هالقميص هيدي اللي بيلبسوها، وعلى أساس هيدا بتتسعر. نعم. كرمال هيك ممكن نشوف الاسعار بتفرق كمان بين الماركتين حوالي 10 او 15%. نحن نحاول انه نفرجي شوي، بس بدي اعرف افتحها بالاول. لك كثير هيني بتفتح هيك، هيدي بنرجع بنركب لها هون السكرين تبعها لتشوفي كيف عم بتصور. تقنيه عاليه فعلا جوزيف، يعني بحجم صغير ممكن انه ويمكن وصلها الى جهاز الحاسوب الالكتروني الكمبيوتر، وطبعا نسخ كل المشاهد فيها للشخص الرياضي او للمواطن العادي يعني بطريقه كثير هينه جوزيف، يعني ابلكيشن بسيطه اليوم فيك تشوف انت بتليفونك فيك تمشيها. هذا اماني يعني عم بتحاول تطبقها، ربما يمكن سهوله استخدامها ساعدت اماني هذه الكاميرا انه تكون رائجه بشكل كبير في العالم. خفيفه جدا جوزيف،
صحيح، ربما يمكن تقنيات أخرى قد تكون أصعب كما سنرى لاحقا في الأجهزة الذكية والمتصلة. إذا من الجو برو وهذه الكاميرا التي يعني بالفعل أثارت تقدما كبيرا في عالم التكنولوجيا، سنتابع الحديث عن الكاميرا أماني، لكن بعد لحظات ستخبرينا عن موضوع متعلق بكاميرا جو برو وكرة برازوكا التي ستستخدم في كأس العالم. لكن أستاذ سمير، يعني في هذا الوقت برأيك بالعالم العربي اللي نحن عايشين فيه، هل يمكن تصنيف الرياضات بحيث يعني بترتيب معين، انه في العالم العربي كره القدم هي الرياضه الشعبيه الاولى ربما، لكن من بعد كره القدم ما هي الرياضات الاكثر اهميه التي يتم انتاج هذه التقنيات من اجلها؟ حسب كل بلد جوزيف، يعني اليوم بلبنان بنشوف انه الباسكتبول هو بيرجع بيجي بالتصدير ورا بالترتيب ورا الفوتبول. لناخذ في الخليج العربي مثلا، ما هي الرياضيات اهم الرياضات التي يعني في اقبال عليها للمنتجات الرياضيه بعد كره القدم؟ هل هناك رياضيات برايك هي تستقطب اكثر تمويل من حيث المنتجين؟ اليوم بنشوف مثلا في دبي وابو ظبي دائما نشوف الرياضات الاليه، يعني عم نحكي الميكانيكية اللي هي راليات إلى آخره على جميع أنواع قد بتستقطب. في عندك الرياضات المائية، حتى المراكب المائية وحتى الشرعية الشراعية، كله هيدا عم بيصير في رياضات معينة بالخليج. وفي شمال أفريقيا؟ بشمال أفريقيا في بنلاقي إنه كل الألعاب، خاصة إذا عم نحكي بمصر اللي هي اليوم من أقوى البلدان العربية حتى والأفريقية بعدة رياضات، في عدة رياضات. بنجم نقول لكل بلد في رياضة معينة هي بتكون رقم 2 أو رقم 3 أو رقم 4. نعم، إذا أماني أصبحت جاهزة، فبعد برازوكا ها هي برازوكام، كرة وكاميرا في آن واحد، قد تخترق البيوت والألبومات قبل شباك حراس المرمى. نعم جزاف، سينطلق المونديال بعد أسابيع في البرازيل، وللمزيد من الإثارة جهزت أديداس كرة برازوكا الرسمية بست كاميرات جو برو عالية الوضوح لضبط لقطات بزاوية 360 درجة. الكرة المؤلفة من ست قطع متداخلة من الجلد تمثل بألوانها وتصميمها الأساور الملونة التقليدية الجالبة للحظ المنتشرة في البلاد، لكن الكرة التي أطلق عليها اسم برازوكام أي برازوكا وكاميرا قادرة على التقاط مشاهد فريدة للمتفرجين وحتى أيضا على إجراء مقابلات مع اللاعبين من خلالها. ابتداء من السابع من هذا الشهر أي اليوم ستسير الكرة في إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، روسيا، اليابان وكذلك الولايات المتحدة، من بين مسوقيها الإسباني تشافي هرنانديز، البرازيلي داني ألفيش والحارس الألماني مانويل نوير. وستنشر المشاهد التسويقية لأكبر حدث عالمي تباعا على موقع الكرة الرسمي. لم تعلن التفاصيل عن كاميرات المستخدمة في الكرة وعما إذا كان وزنها سيؤثر في اللعب، كما لم يعرف عدد مرات استخدامها وإمكان الزج بها في أحدى المباريات لا في الحصص التمرينية فقط. فهل ستخترق برازوكا القلوب بعد الشباك؟ عودة إليك جوزيف. شكرا لك أماني. أستاذ سمير، يعني برأيك لماذا يتم تغيير كرات المستخدمة في المونديال باستمرار؟ يعني البعض يتم انتقاده وما يعني يلبث أن يتعود عليها اللاعبون حتى يأتي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاتفاق مع الراعي الأساسي له شركة أديداس بتغيير هذه الكرات. برأيك لماذا هذا التغيير مستمر؟ هل هو لأسباب تسويقية فقط؟ بدون شك انه ضروري يكون الماركتينج عم يلعب دور كثير كبير بهالامور هيدي. غير انه اليوم اللي بيتعود على طابه معينه حلو يشوف شكل معين، عم نحكي نحن اليوم للمستهلكين. اللاعب اليوم انه يتعود على الطابه اللي عم يلعب فيها بالورلد كاب شغله منها هالقد صعبه. ولكن حراس المرمى احيانا في المنتخبات الكبرى انتقدوا كره كاس العالم السابقه، مثل الحارس الاسباني ايكر كاسياس، الحارس الايطالي جانلويجي بوفون، انتقدوا طريقه يعني تحليق الكره خلال تسديده. برايك يعني الا يتم استشاره هؤلاء اللاعبين والاخذ برايهم؟ نشاهد يعني في كثير تيستينج عم بيصير، ولكن في المقابل يبدو انه التسويق يتغلب على الجانب الرياضي. اليوم بتعرف من التسويق قد ايه اليوم الورلد كاب عم ياخذ مصاري من الشركه الراعيه. واليوم هالشيء عم بيكون انه الكل عم يلعب بنفس الطابه، اللي عم ينطبق على ايكر كاسياس عم ينطبق على حيلا حارس مرمى ثاني. سو منا هالمشكله الكبيره، المفروض ايكر كاسياس يقبل بامور معينه لو كان في اخطاء معينه اوقات بتصير.
بس اليوم اذا بتطلع على الطابه بتشوف قد ايه الطابه حلوه اليوم، بنطلع على اللي قبلها اللي كان وقت الورلد كاب بساوث افريكا، كمان كانت الطابه كلها الوان وكلها حياه. كان اسمها جابولاني. كان جابولاني. فكل كل بلد عم ينعمل فيها الورلد كاب عم يجربوا يعملوا مثل الطابه تروح مع الالوان تبع البلد مع قصه البلد. طب اليوم كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم مبدئيا، طب كيف تكون كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى في العالم وثمن الكره 160 يورو؟ يعني كيف يمكن للشعب للمواطنين للفقراء ان يشتروا كره ب 860 يورو؟ قد تجيبني استاذ سمير انه في ريبليكا كرات منسوخه عن الكره الاصليه، ولكن هذه الكرات ليست بجوده ونوعيه الكره الاصليه. اللي عم يلعب بطابه اليوم نعم حقها 20 دولار او 25 دولار نعم. وبتشبه كثير كثير كبير الطابه اللي عم نشوفها اليوم بالملاعب نعم. لشخص هاوي منه بحاجه لهديك الطابه نعم. يعني انت اليوم عم تلعب، انت بتعرف انه بيلعبوا فيها ماتش واحد بيوقفوها للطابه صحيح، بكون غير ماتش عم يلعب بغير طابه صحيح. فاللاعب المحترف اليوم على ارض معينه اللي اليوم قليله تلاقي العشب اللي عم يلعب عليه بكل الورلد كاب موجود حد حيال بحيالله حي او حي نعم. حد حيالله بيت صحيح. فكرمال هيك المفروض تكون الطابه تختلف عن الطابه اللي عم يلعبوا فيها على ارض الملعب. على كل حال سنتابع هذا الحديث، ولكن قبل الفصل اولا نتوقف مع عبد الحليم حمود. عبد الحليم، اليوم انت مع التكنولوجيا ام ضدها في الرياضه؟ طبعا انا مع التكنولوجيا، مع اي تقدم يحصل في هذا العالم، لكن هناك مثل يعني جرس انذار يقرع ويطلق، فتتحول اللاعب الى اله بشكل او باخر ويحمل اله وكل حركته محسوبه، تذهب العفويه تذهب التلقائيه. حتى هنا في هذا الكاريكاتير اقدم شخص وكانه يلعب جيم، يعني يقوم بالدوس على طالما الأزرار بيده مرتبطة باللاعب وما يحمله اللاعب، وكأنها يعني آلة التحكم عن بعد، كأنه ريموت يقوم بالتحكم عن بعد، كأنه جرس إنذار نعم. كل شيء عندما يصبح مدروس فوق الحاجة تفقد الإنسانية تلك الروحية الجميلة لنصبح آلات بشكل أو بآخر. شكرا عبد الحليم، سنتابع الحديث عن التقنيات الجديدة في عالم الرياضة، ولكن بعد الفصل الأول من ميدان الرياضة. لحظات ونعود معكم. عودة إلى ميدان الرياضة مع ضيفنا الأستاذ سمير صليبة، رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أو كرة المضرب ومالك متاجر مايك سبورت في لبنان. أستاذ سمير، كنا نتحدث عن التقنيات في عالم الرياضة. رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون انتقد قميص منتخب إنجلترا التي ستكون متواجدة في كأس العالم في البرازيل لارتفاع ثمنها، مثل وزيرة الاقتصاد أيضا في بريطانيا. ثمن القميص 120 يورو. برأيك يعني نعود للسؤال ذاته، هل يمكن للفقراء للمواطن العادي أن يعني يرتدي قميص عادية بثمن 120 يورو؟ هلا بدون شك 120 يورو كتير غالي السعر نعم، بس من وين جاي السعر؟ نعم، نرجع لشو الديل اللي عم تمضيها الشركات الراعيه لهالفرق هول، وشو ثمن هالديل هيدا، شو ده عم بيكون؟ نعم، وهيدا الشيء بيرجع رايعه للانديه او للمنتخبات. نعم، فاليوم لنشوف انه نايكي مضيت مع مانشستر، او عم نشوف برشلونه عم تمضي مع كمان نايكي نعم. او العكس مع اديداس مع فرق مثل الارجنتين او مثل المانيا. في مبالغ كثير كبيره جوزيف، لنحكي عن مبالغ بمئات الملايين عم تندفع للفرق او عم تندفع للمنتخبات ليلبسوا هالمنتج هيدا. اليوم الشركه اللي عم تدفع هالمبالغ هيدي من وين بدها تطلعها؟ من وراء المبيعات. صحيح، يعني العقود الرعائية ثمنها مرتفع جدا، لتغطية ثمن هذه العقود يعني تقوم برفع أسعار القمصان أو يعني الكنزات الفرق المشاركة في كأس العالم. بعيدا عن نايكي وأديداس وكأس العالم، هناك ناس كثر يحبون رياضة التزلج نعم. لمهوسي رياضة التزلج قناع يجعلك جيمس بوند المنحدرات، فما هو قناع التزلج المتصل؟ قياس الأداء، سماع الموسيقى، قراءة الرسائل على المنحدرات، أقنعة التزلج المتصلة تصنع ثورة في عالم التزلج. صحيح أن هذا الإكسسوار مكلف، لكنه في طور التطوير ضمن سوق لا يزال ناشئا لدى المهووسين في رياضة التزلج. شبيهة بأدوات جيمس بوند، تبدو النظارات الكبيرة مجهزة بشاشة بأسفل الجهة اليمنى من الإطار، متصلة بنظام لاسلكي بلوتوث، واي فاي وجهاز جي بي اس لتحديد الموقع. أجهزة استشعار لا تقيس العلو فقط وارتفاع المنحدرات، بل تحسب المسافة المقطوعة وتحدد الحرارة والسرعة وارتفاع قفزات المتزلج. لإقناع الأصدقاء، يمكن للمتزلجين تحميل البيانات الخاصة بهم على الحاسوب
لتبادلها معهم وتحليل يوم التزلج على غرار ألعاب المالتي ميديا. متصلا بهاتفه الذكي يمكن لحامل هذا القناع تحديد موقع أصدقائه على الحلبة والنظر إلى المكالمات الهاتفية الواردة، قراءة الرسائل النصية والاستمتاع بالموسيقى عبر جهاز تحكم عن بعد على معصمه كساعة كبيرة. يبقى حاجز السعر لأن 650 يورو ليست بمتناول الجميع، لكن وحدة ريكون وهو اسم الشركة الكندية التي تبيع التكنولوجيا لأبرز شركات الأقنعة المصنعة يبلغ سعرها 400 يورو منفصلة. لا تزال التقنية في بداياتها ولا شك في أنها ستخضع لتحسينات في المدى المنظور على أمل أن يصبح ثمنها في متناول الجمهور العريض وليس قلة محظية. يعني هذا القناع نعود به إلى سؤالين كنا قد طرحناهم في الحلقة. أولا سعره 650 يورو، يعني سعر مرتفع نوعا ما طبعاً. ثانيا التكنولوجيا، هناك الكثر لا يستطيعون أنه بدون يوصلوا كمبيوتر بالماسك أو بالقناع وبدون يستخدموا، في ناس كتير ما بيعرفوا يستخدموا هذه التكنولوجيا، يعني مش صعبة قليلا على بعض الناس؟ على بعض الأشخاص أكيد هي كتير صعبة منها هين، خاصة الناس اللي منهم كتير إن بالتكنولوجيا، بس صدقيني بالأشخاص اللي هني على، خاصة عم نحكي بعالم تزلج اللي هني بين سنوبورد وسكي وممكن يستعملوا هالماسك هذا اللي عم نشوفه، بيعرفوا يستعملوه بكل بساطة وبكل سهولة، لأنه اليوم منه شغل بعيد عن اللي عم بين إيدينا اليوم اللي هو التليفون. 650 يورو، يعني مين ممكن أنه يقتني قناع ب 650 يورو؟ هلأ لسعر الماسك هيدا كنا نعرف أنه رياضة التزلج منا رياضة شعبية، صحيح هي خاصة رياضة للمترفين بالضبط. فاليوم حتى قلال المتزلجين اللي عم يستعملوا هالماسك هيدا، ما كل العالم عندهم القدرة يقدروا يشتروا هيدا الماسك. صح. هلأ مين بيستعملوا أكتر؟ الناس اللي بيحسوا أنهم بحاجة لا يعرفوا كل هالمعلومات عن النهار اللي هن عم يمرقوا فيه، خاصة اللي عم نشوفه ممكن يعملوا فيه هالفيجرز اللي بتشوفيها بيطير وبيبرم وبينزل بسرعة، ممكن أن ينخفض سعره مع الوقت أو عندما يصبح هناك تكنولوجيا متطورة أكثر. قد ايه بيتصنع منه قد ايه بينزل سعره؟ حسب الطلب. حسب الطلب، واليوم بدون شك إذا نزل تكنولوجيا أحدث منه هيدا رح نشوفه عم ينزل سعره ومنا بعيدة أبدا. طب ما هي التوقعات في هذا التقدم التكنولوجي في هذه الأدوات، يعني الاكسبكتيشنز للمستقبل القريب، هل هناك خطط معينة أنتم تحصلون عليها أنه في هذا القناع في هذا المضرب مثلا سنصل إلى هذا الاختراع قريبا مثلا؟ لك اليوم بسبب المنافسة اللي عم نشوفها بكل الماركات ما حدا بيفصح عن أي، تكون سرية تكون سرية جدا. نعم. يعني من بعد ما يكون طلع وصار بمتناول الأيدي على الأقل الوكلاء أو الموزعين لهالصنف هيدا، بس كيف نحن نعرف بهالتكنولوجيا الجديدة اللي نزلوها؟ لأنه صدقني اليوم الحرب اللي دايرة بكل الماركات، عم نحكي على كل الأصعدة، ما عم نحكي بس بين أديداس وبين نايكي، بكل الماركات شيء نعم خطر جدا. أستاذ سمير، يعني أنت جلبت لنا معك مضرب لكرة المضرب أو التنس أماني، يعني قد يبدو هذا المضرب مضرب عادي صح، ويمارس فيه لعبة كرة المضرب، لكن بعد الخشب والألومنيوم والجرافيت وصل مضرب التنس إلى عالم الاتصالات. إصدار ذكي على غرار الهواتف الذكية أبصر النور في الأسواق الأمريكية والأوروبية. بمساعدة أجهزة استشعار موجودة داخل المقبض يعمل مضرب مطابق للنماذج التقليدية على غرار رجل آلي يحلل قوة الضربة وتأثير الكرة على المساحة، أنواع ضربات اللاعب وآثارها، وقت اللعب والانتظام والقدرة على التحمل. يقتنع المسؤولون عن شركة بابولا الفرنسية العريقة أن هذا النموذج الذكي سيعمم على جميع الموديلات في غضون 10 سنوات. بابولا بلاي هي تطوير لنموذج قائم تستخدمه الصينية لينا، والفارق المرئي الوحيد مع النموذج التقليدي هو ضوء أزرق يومض لدى تشغيلها، هو قابل لإعادة الشحن، يتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الهواتف الذكية وباقي الألواح من خلال شريط USB أو عبر البلوتوث، ويعمل من خلال تطبيق يشرح لكم عدد الكرات ونوعية الضربات. ولهذا المضرب مهمة اجتماعية، فيتيح للاعبين مقارنة أدائهم وتحدي أنفسهم، يمكن أن يفيد الهواة والمحترفين على حد سواء، فبإمكان الإسباني رافائيل نادال الحصول على معلومات من خلال الكاميرات المثبتة في الملعب، لكن سر ضرباته لن يبقى غامضا مع هذا الاختراع. اختبر نادال والفرنسي جو ويلفرد سانجا نموذجا أوليا قبل عامين،
وبات بالإمكان استخدامه في إحدى البطولات بعد سماح دورات المحترفين والمحترفات باستعمالها في يناير الماضي. سعر المضرب يبلغ 400 يورو في الأسواق الفرنسية، أي ضعف المضرب العادي، لكن بابولا لن تحتكر هذا الاكتشاف، إذ تستعد صني بالتعاون مع يونكس لإطلاق مضربها الخاص في الأسواق اليابانية في مايو. هذه هي البداية، لكن ما هي التطويرات التي قد تطرأ عليها من تعليمات للمدربين أو إضافة كاميرا عليها؟ الأيام كفيلة بذلك. نعم أماني، يعني يمكن هذا المضرب بعد ما أصبح بالأسواق، ولكن هناك تكنولوجيا إضافية أصبحت موجودة، يعني والمثال مع المضرب صحيح. صحيح بابولا بلاي أند كونكت ممكن وصله بالكمبيوتر، الهد شو التقنية فيه؟ الهد التقنية عم نحكي عنها هي بالمواد اللي مصنعة من الراكتات. اليوم كلنا بنعرف كنا بلشنا بالخشب للألومنيوم للجرافايت، اليوم صار حتى هالمواد اللي عم نشوفها اليوم مصنعة من الراكات كمان صارت مواد ذكية. إن اليوم بنفس الوزن اللي ممكن تلعب فيه براكات، يعني زي هي عم نعتبر 300 جرام وفي راكات مثل 300 جرام، الفرق اللي ممكن تعمل الباور بهيدي الراكات اكثر ب 20 او 30% من راكات بنفس الوزن. السبب بيرجع لهالمواد اللي عم يستعملوها بهالراكاتات هيدا. هون بنرجع للسؤال اللي كان عم يحكي عنه خاينو جوزيف، انه اليوم ليه ما فينا نعرف بالقصص قبل بوقت؟ لانه كل شركه اليوم عم تجرب تطور المنتج تبعها بطريقه معينه، ما فيها تفصل عنه الا بعد ما يكون نزل وسجلته. سر الطبخة بالضبط. سننتقل إلى موضوع يهم أصحاب الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بشكل خاص. في باكستان الكريكت ليست رياضة فحسب، هي حياة أخرى ضمن الحياة اليومية. هوس اللعبة لا يوفر مليوني مكفوف وجدوا معنى جديدا لحياتهم بفضل الكريكت. كان الزيشان عباسي طفلا خجولا يعتمد على حسنة الأهل والأصدقاء أملا بالتقدم في بلد حياة المكفوفين فيه محفوفة بالمخاطر ومنسوجة بالتمييز، لكن الكريكت غيرها كثيرا. تذكر معاقبته بشدة في القرية أثناء طفولته لعدم تمكنه من متابعة الدروس في الصف. سجله عمه في مدرسة رولاملندي بجوار العاصمة إسلام أباد، فبدأ ممارسة الكريكت برغم إعاقته. صعد السلم درجة درجة ليصبح قائدا لمنتخب باكستان للمكفوفين، بطل العالم مرتين. أعتقد أهلي أني أضيع وقتي بلعبة الكريكت وبأن الدراسة تؤمن لي حياة أفضل، لكن لو لم ألعب الكريكت لما أصبحت نجما وطنيا. رفاقي يعانون بالبقاء عبئا على عائلاتهم. تتألف اللعبة المشهورة فقط في المستعمرات البريطانية من فريقين على ملعب بيضاوي يسعى كل منهما تسجيل أكبر عدد من النقاط من خلال ضرب كرة يلقيها الخصم. يعتمد المكفوفون على خشخشة الأجراس الموضوعة في الكرة. كل فريق يتألف من ثلاثة أنواع من المكفوفين، والنقاط المسجلة من المكفوفين بشكل كامل تكون مضاعفة. حتى لو ينال اللاعبون مساعدة على أرض الملعب، قد تكون هذه الرياضة خطرة لبعضهم. خلال أحد تمارين المنتخب الوطني ارتطمت كرة الضارب بسرعة كبيرة في صدر لاعب سقط أرضا ونقل على الحمالات مصابا، كما أن زيجان عباسي نفسه كسر يده اليمنى 6 مرات. من الصعب تدريب المكفوفين لأنه يجب إظهار كل التفاصيل لهم. بالنسبة للرماة والضاربين يجب أن نعلمهم كل ضرب، كل زاوية ويدا بيد. أحرزت باكستان بطولة العالم للمكفوفين مرتين من أصل 3، وإذ لم تكن اللعبة جماهيرية إلا أنها تؤخذ على محمل الجد في باكستان، ما يفتح للاعبين باب الانخراط في المجتمع. في أوروبا وباقي الدول تمنح الدولة امتيازات للمكفوفين، يتعلمون بشكل جيد ولهم نفس الحقوق، لكن هنا يجب أن نقاتل من أجل كل شيء. قتال ما بعده قتال، لأن العداء التاريخي بين باكستان والهند يتحول إلى الملاعب. خاض البلدان في فبراير سلسلة مباريات تحضيرية أحرزتها باكستان قبل كأس العالم للمكفوفين في جنوب أفريقيا عام 2015. قال لي أصدقائي وأهلي أنت ذاهب إلى لاهور، لذا يجب أن تفوز، لأن مواجهة الهند ضد باكستان هي المنتظرة. تسمح الكريكت للمكفوفين بالسفر والحصول على الشهرة، لكن السير على الطرق المتعرجة والصعود إلى الحافلة لا تزال من الأمور الصعبة في باكستان.
فعلى حد قول عباسي لا أحد يعرف هنا معنى العصا البيضاء. الكرة مناسبة جدا للمكفوفين لأنها تصدر أصوات، وبالتالي ضارب الكريكت يعرف أين مصدر الكرة. لكن أماني قبل التوقف مع الفاصل الثاني، يمكن عبد الحليم رسم رسمة لألك لأنه في ألوان بنفسجية طالعة وفي سيدات عنده في الرسمة. عبد الحليم بكل حلقة وبكل رسمة في عنده سيدات، ما بعرف شو مشكلته معهم. لا دائما للمرأة حضور بالكاريكاتير وفي كل مجالات الحياة. هذه المرة أخذت التكنولوجيا المرتبطة بالنظارات في عالم التزلج لأقول صح لها إيجابيات أن يعرف أين هو المتزلج حاليا، لكن إذا ما كان الأب متشددا ومحافظا سيعرف تحركات الابن والابنة أين يذهبون. لذلك هنا تقول يعني لحبيبها قصة حبنا محكومة بالفشل، أبي يعرف كل تحركاتي. فتحت عيون الأباء هلأ على كل البنات. تماما. شكرا عبد الحليم، شكرا جزيلا لك أستاذ سمير صليبة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة المضرب. عندك كلمة أخيرة باختصار جوزيف؟ اللي بنقوله أنه اليوم التكنولوجيا لازم نضلنا معها لتحسننا أدائنا، وإن شاء الله نصير نستعملها بكل الدول العربية وخاصة بلبنان، ونرفع من مستوى الرياضة ببلدنا نوصل لمستويات أحسن من هيك إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الفصل الثاني في ميدان الرياضة، وبعده نتحدث عن مجموعة سياسة في تصفيات في كأس آسيا للناشئين بعد وقوع سوريا إيران السعودية وقطر في مجموعة واحدة. لحظات ونعود. سوريا وإيران والسعودية وقطر في مجموعة واحدة ضمن كأس آسيا للناشئين، مواجهة كروية ستفرض غالبا ومغلوبا بعدما فشلت الحرب في إرساء هذه النتيجة على مدار 4 سنوات. على وقع المواجهات ترعرع هؤلاء الأطفال السوريون، فشت تفكيرهم عن الرياضة حكما. كانوا في سن 10 عند انطلاق الحرب والدمار والهروب من القصف عوضا عن التدرب في الملعب، ومع كل ذلك كان أن تأهلوا ببلدهم إلى كأس آسيا لما دون 16 عاما المقررة في تايلاند في أيلول سبتمبر المقبل. تداعيات الحرب انغرزت في نفوس هؤلاء الفتية الصغار في الدول الأربع، والخوف أن تنعكس عليهم تنافسا غير رياضي وغير شريف. هل يتحالف السوريون مع الإيرانيين في الرياضة أيضا لصد الهجمة السعودية أو القطرية مثلا؟ هو عنوان المنافسة المقبلة بالنسبة إلى كثيرين. أضحى معارضو النظام السوري يقولون إن الفرق تلعب باسم الرئيس بشار الأسد وليس باسم سوريا. أما الموالون للنظام وحلفاؤهم فسوف ينظرون إلى المباريات على أنها فرصة لرد الاعتبار أمام دولتين تلعبان دورا سلبيا في بلادهم كما يعتقدون. بين كل ذلك طرف ثالث لا يهوى المشاكل، يتمنى لو جنبت القرعة هذه المواجهة الضارية. ويبقى السؤال، لماذا وقعوا في مجموعة واحدة وهنا السبب؟ إيران الرابعة أسيويا وضعت في المستوى الأول نتيجة لترتيبها المتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي. سوريا السادسة في المستوى الثاني. أما السعودية 12 وقطر 13 فقد وضعتا في المستويين 3 والرابع. ولدى إتمام عملية السحب شاءت الصدف أن تنتقل الحرب إلى ملعب الكرة. للتعليق على هذا الموضوع معنا باتصال هاتفي نائب رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات الإماراتي يوسف السركال. مرحبا بك أستاذ يوسف. يا أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ يوسف. يعني هل برأيك وقوع سوريا إيران قطر والمملكة العربية السعودية في ظل يعني الأزمة السياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط سينعكس على أداء وتصرفات اللاعبين والإداريين خلال كأس آسيا للناشئين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كدول أعضاء في الاتحاد الآسيوي كلنا نعي ونعرف بأن القارة كبيرة جدا، والقارة وخاصة في غرب القارة المنطقة العربية مرينا في ظروف كثيرة سياسية أثرت على أو أدت إلى التأثير على كرة القدم بشكل أو بآخر، ولكن مع الأيام تعلمنا كيف أن نتجاوز كل هذه الظروف. وأنا أتكلم عن الفترة التي كان فيها غزو العراق للكويت، كان فيها الحرب العراقية الإيرانية، كان فيها كذلك كثير من المشاكل اللي في الوقت الحاضر. يعني لو أخذنا وقتنا كله في سردها يمكن يعني تأخذ كثير من الوقت. عموما كرة القدم هي رسالة سلام،
وكرة القدم هي دائما التواصل بين الشعوب بغض النظر ما هي الظروف السياسية. طبعا احنا نتعاطف مع الشعب السوري وخاصة مع هذه الفئة الشابة اللي مثل ما تفضلتوا في التقرير كانت أعمارهم في حدود 10 سنوات، اليوم هم في السن المنافس. نتمنى أن يتم إبعادهم كل البعد عن المؤثرات السياسية لأنهم هم رجال المستقبل اللي نطمح مع الأيام أن إن شاء الله الأيام تكون دواء لاختلافاتنا وخلافاتنا السياسية في المنطقة، ويكونون هذول هم القيادة المستقبلية اللي ينظرون دائما إلى السلام ولا أن ندخلهم في صراعات سياسية وهم في مقتبل العمر. طب أستاذ يوسف، ألم برأيك يعني ألم يكن من الأجدى أن يقوم الاتحاد الآسيوي بقرعة موجهة لتفادي وقوع هذه الدول الأربعة أو هذه المنتخبات الأربعة مع بعضها في نفس المجموعة؟ بالرغم من كل الظروف السابقة التي أنا ذكرتها لم يتم في يوم من الأيام أن وجهت القرعة بحيث أن تتناسب مع الظروف السياسية، لأن ولكن مثل ولكن أستاذ يوسف يعني هذا معروف دوليا، يعني حتى الفيفا والاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي يقومون بهذه القرعة الموجهة، مثل من فترة رأينا جبل طارق وإسبانيا لم يوضعوا مع بعض في نفس المجموعة بسبب الخلافات السياسية. لا، إحنا الآن إذا نتكلم عن موضوع الذهاب مباريات بشكل الذهاب والإياب والذهاب مثلا إلى سوريا لإقامة مباريات، ففي الوقت الحاضر لا يمكن، لأن في قرار من الاتحاد الدولي بأن لا يمكن اللعب في سوريا إلى أن تتحسن الظروف. أما فيما يتعلق بإيران فظروفها يعني السياسية في استقرار، وكثير من أنديتنا ومنتخباتنا تسافر إلى إيران وتلعب مباريات دون أي مشاكل. بيبقى موضوع على المنتخب السوري أن يختار الأرض المحايدة ويوافق الاتحاد الآسيوي على أن تكون هي هذه الأرض التي تمثل المنتخب السوري. احنا تعلمنا كيف نتعايش مع الظرف وتعلمنا كيف نتعامل معه والحمد لله كنا ناجحين، وأتمنى أن ننجح كذلك في هذه المرة. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف السركال، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات ورئيس الاتحاد الإماراتي، طبعا كنت معنا باتصال هاتفي من إمارات دبي. عبد الحليم حمود، الوقفة الأخيرة معك وبسرعة، هل برأيك يعني يمكن للرياضة أن تتغلب على الدمار والمدافع؟ طبعا تستطيع، أما في هذا الكاريكاتير فحاولت أن أقدم المشهد بأسلوب طريف، لذلك اخترت ألوان زاهية للدبابات والطابات هي عبارة عن قذائف محببة، لذلك لا أحاول أن يعني أعمق هذه الخلافات، لكن شيء من الطرافة في هذا العمل. شكرا جزيلا لك عبد الحليم حمود، شكرا لك أماني، ونشكر أيضا ضيفنا الأستاذ سمير صليبة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة المضرب ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف السركال، ونتمنى أن تكون المجموعة فيها نوع من السلام بين سوريا إيران وقطر والمملكة العربية السعودية في كأس آسيا للناشئين المقبلة. مشاهدينا الكرام، ملتقانا يتجدد معكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج ميدان الرياضة، وفيها نتطرق لمواضيع رياضية مختلفة كان من العالم العربي مواضيع دولية، وطبعا مع الأيام المقبلة سيزداد الحماس وترقب لكأس العالم لكرة القدم المقرر الصيف المقبل في البرازيل. شكرا وإلى اللقاء.